عليكم السلام. بحال كل عام تبارك الله وصل عنبي غزال وكاين له شوا بزاف. الاثمنه الحمد لله على حساب دابا الاثمنه طالعه دابا راه في المتناول. ايوا هاد المليح بثمنه، تبارك لك كل حاجه بثمنها، كاين المليح وكاين البلدي وكاين السردي وكاين الله كل واحد كيدي على قد جهده. ب 9000 درهم. 9000 درهم خدينا 7500 درهم. هو مناسب بالنسبه لحولي مناسب. لا 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 ما عندهم لا شي خافوا، الغني ياخذ الضعيف ياخذ المتوسط ياخذ. حنا من الناس اللي كنجيو لهاد الفيرما بزاف الضيعه هادي اللي تقريبا كل عام كنجيو، كنجيو ليها بحكم النظافه ديالها، داكشي منظم داكشي زوين تبارك الله العلف، يعني كتعرف الحولي شنو واكل. بالنسبه حنا كنختاروا البرقي هو اللي زعما كيعجبنا. كاين بالنسبه للاثمنه كاين هنا كارتفاع بالنسبه للعام اللي داز، وكل واحد كياخذ على قد جيبه، وداك الشيء تبارك الله زوين، الله يسخر الجميع. زراعه الخير تترحب بكل شيء، جميع الزبناء اليوم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحولي؟ ان شاء الله الا كتب الله، ان شاء الله. دابا درتي في السوق شتي شنو كاين؟ ايوا السوق باقي ما باينش، هو هنا هنا زعما اثمنه شويه مزيانه ما بيهاش حيت الملاح راه ديما تيبقى الثمن. كاينه شي زياده؟ ضروري الزياده. ضروري الزيادة، يعني في الممشى بنادم سواء هنا ولا في السوق راه كاينة الزيادة، ضروري ضروري الزيادة. دابا أنت اللي درتي في السوق شنو تقدر تقول للناس اللي ما كاينين عاد باغيين يشريو مقوطين؟ وا المشرى دابا بنادم غير تيدور في السوق، باقي المشرى ما كاينش، يعني بنادم تيشوف غير السوق فين واصل. هو إن شاء الله من تبقى واحد السيمانة تحرك البيع والشراء عاد تيعرف السوق، عاد تتبان الأثمنة ديال السوق اللي كاين. هي العام كاينة البهيم، كاينة موفرة البهيمة العام. الثمن ديال الناس كتجي كتقضى كيجي هنا كيقول لك الثمن العام زايد، ولكن الثمن زايد من الشراء من العلف. العام اللي بحال العام اللي فات ماشي بحال العام، هو هذا العام اللي فات كانت العلف رخيص شوية. هاد العام راه كاين فرق كبير بين عام الاول. وين ان شاء الله من هنا تبقى واحد السيمانه تحرك البيع والشراء عاد تعرف السوق، عاد تتبان الاثمنه ديال السوق اللي كاين. هي العام كاينه البهيم، كاينه موفره البهيمه العام. الثمن ديال الناس كتجي كتقضى كيجي هنا كيقول لك الثمن العام زايد، ولكن الثمن زايد من الشراء من العلف. العام اللي بحال العام اللي فات ماشي بحال العام، هو هذا العام اللي فات كانت العلف رخيص شويه. هذا العام راه كاين فرق كبير بين عام الاول. بالنسبه للزبناء كيجوا ملي كتقول لي حتى الثمن كيقول لك لا راه شي غالي، ولكن حنا الغلا ماشي درنا حنايا، الغلا راه في المغرب كامل، وراه الناس عارفه كل شيء، حاجه ما خافي عليها. هادشي اللي كاين. كنقول الناس مرحبا بكم مزرعة الخير، اللي بغى اللي جا غيتقدر على الانسان اللي عنده غيتقدى من 2000 و 8000 درهم، خير موجود طلع الخير. اللي عنده اللي ما عندوش غيعيد.